في هنا عادل مرعب. عادل، يعني كنا تحدثنا عن الاختلاف ما بين أداء المؤشر القطري والإماراتي، وخصوصا هنا نتكلم عن دبي، ولكن ما تلك الارتفاعات يعني بالنسبة لقطر بخلال الأعوام القليلة الماضية؟ نشهد بأن مقررات الربحية أو البي اي ريشيو بالنسبة لقطر هو عند مستويات ال 12، أما بالنسبة لدبي هي قريبة من مستويات ال 14. هل تتوقع بأن قد نشهد زخم جديد من صناديق استثمارية نتيجة ربما هذه الأرقام المشجعة؟ يعني لو حتى لو قارناها بالأسواق المتقدمة ديفلوب ايكونوميز لشهدنا هذه المقررات الربحية عند مستويات بين 17 إلى 18 تقريبا، وذلك هو مؤشر ستاندرد اند بورس حاليا. هل تتوقع بان هذه الارقام قد تكون جذابه لبعض المستثمرين؟ انا اليوم بتصور في اول شيء نقطتين. نحن براينا الشخصي يعني نظرتنا للاسواق عاده لا تتركز بشكل كبير على مستويات البي ريشو او غيرها، ولكن هون كمان من الملفت انه او من الضروري انه ننبه، يمكن اليوم صار في تغييرات من ناحيه محللين وخاصة محللين أساس أنه نسبة النمو بدبي يمكن تكون أسرع بكثير مقارنة مع يعني الأشهر الماضية والسنوات الماضية مقارنة بقطر. فبالتالي يمكن إذا اليوم بي إي 14 ممكن هذا يتغير، لأنه في توقعات أنه في يعني احتمال انه يكون في زياده بوتيره الجروث على الايرننجز يعني. فهون يعني نحن لا نتوقع انه بس لانه في اختلاف من ناحيه الريشوز ممكن هذا يؤدي الى انه المزيد او انه تكون الصوره يعني بوزيتيف اكثر بقطر، ولكن نحن نرى انه يعني لا نزال نحن مقتنعين انه بالامارات في زخم موجود وعلى الارجح يكفي. اليوم الجزء الرئيسي او الاساس اللي دعم السوق الاماراتي غير انه السوق لم يتحرك بشكل كبير وتخلف بشكل كبير، هو يعني دخول السيولة إلى الأسواق. أولا دخلت إلى البنوك الإماراتية لعدة أسباب، وبعدين من وراها اتجهت إلى الأسواق يعني أسواق المال. فنحن هذه السيولة بنشوفها هي الداعم الأساسي. يمكن الخطر الوحيد على الأسواق الإماراتية اليوم إذا صار في ضعف السيولة أو تخارج منها. بالوقت الحالي ممكن نشوف نحن مثل ما ذكرنا بالأسابيع القادمة الجاية نوع من التخارج، ولكن نحن نتوقع أنه على المدى المنظور يعني إذا طلعنا سنة ولا سنتين. طبعا عادل، أرجو فقط ولكن باختصار، بالنسبة لبنك المشرق، هل ترى بأن هذه الارتفاعات مبررة لخلال اليومين الماضيين في التداولات، وإلى أي مستويات قد نصل بالنسبة للمشرق؟ برأينا هون صعب نحن نجي نحط، ولكن نوعا ما مبررة لأنه سهم كان يعني لم يتحرك وسهم يعني لم يكن فيه اهتمام. اليوم عم نشوف انه في رفع 20%، بتصور شيء منطقي اللي عم بيصير، ولكن ننتظر بعض الايام او اسبوع لنشوف وين ممكن يهدي سعر السهم. نعم، عادل مرعب مدير شريك في تريد يور ماركت، شكرا جزيلا لهذه المشاركة.